السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من مركز تدريب كلاب الحراسه بالقانون المعاقين. تحياتي ليكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا على قناه تدريب كلاب ومضيق زمنور، والناس اللي منورانا ومتابعين معانا على القناه ودايما متابعين الحلقات بتاعتنا ودايما بتستفاد من المعلومات بتاعتنا. يا رب تكون معلوماتنا بتفيدكم وتحاول نوصل لكم المعلومه بطريقه سهله جدا وبطريقه بسيطه جدا، على اساس ان محدش يعرف ينصب عليك ويضحك عليك ويستغلك في اي حاجه في تربيه كلبك. لو انت مبتدئ لسه احنا واقفين معاكم واقفين جنبك باذن الله وبمشيئة ربنا، مش هنتاخر عنك في اي حاجه. هنرد يا جماعه على الاسئله اللي حضراتكم تبعتوها لنا في التعليقات، وهنحاول ان احنا نوصل لكم الفكره صح والمعلومه صح زي ما عودناكم. بس يا ريت قبل ما نتكلم نعمل للفيديو ده لايك ونعمل شير، وما ننساش نعمل اشتراك، ما ننساش نعمل اشتراك في القناه ونفعل الجرس، تمام؟ علشان طبعا نبقى متابعين مع بعض، كل حاجه جديده وكل معلومه وكل فكره. ما تحاولش يعني ما يبقاش في حاجه سايبانا وما يبقاش في اي حاجه صعبه على اي حد بيربي كلب. النهارده يا جماعه مش بس عيب، عيب ماكس. الاسئله بتاعتنا من في سؤال، ناخد اول سؤال كده. احمد صلاح، هي النتايه بتحيد كل قد ايه؟ النتايه بتحيد يا احمد كل 3 شهور، كل 6 شهور في السنه مرتين يعني، تمام؟ بس طبعا بيبقى في ساعات تفاوت في الحيض يعني حسب الهرمون بتاع جسم النتايه. مثلا في نتايه بتحيد بعد من بعد 5 شهور، ساعات بتطير شهر، ساعات بتسيب شهر، ساعات بتزود شهر، فدي حاجه ما تحسبلهاش لان هي بتحيد كل 6 شهور، دي حاجه معروفه يعني. هو القانون بتاعها كل 6 شهور. سؤال تاني، عموره بيقول سؤال، انا لو طالع للكلب بريحه برفان هيعرفني؟ ده حاجه سؤال ملوش داعي يعني، ما يعني ما ايه ما مش فاهم، انا مش فاهم السؤال. يا ريت تحدد سؤالك ويا ريت تبسطه ويا ريت تحاول توصلنا الفكره علشان نعرف نرد عليك. موضوع طالع بريحه برفان ايه لو الكلب، ايه اللي لو طالع بالكلب بريحه برفان هيعرفني؟ مش عارف. الكلب بيعرف صاحبه يا جماعه، لو انت حاطط مليون برفان هو حتى بصوتك بحركاتك بشكلك بكل حاجه الكلب عارفك. يعني انت كده وصل لك الفكره ان الكلب ما بيعرفش البني ادم الا عن طريق الريحه؟ لا، الكلب بيعرف البني ادم بالصوت، بالحركه، باي حاجه انت الكلب متعود عليها ان انت صاحبه، الكلب بيعرفك بيها. فدي حاجه مش شرط موضوع البرفان ده، كان زمان الكلاب كلها موتت صحابها يعني لو بموضوع البرفان ده. سؤال تاني، محمد سلطان بيقول يا احلى كابتن في مصر، كان عندي كلب بلدي والناس في منطقتنا ما بيحبوش الكلاب، فواحد سمه حط له سم يعني، صبحت الصبح مش لاقيه، دورت عليه في كل مكان مش لاقيه، وانا ماشي بعيد وجدته ميت فبكيت عليه. اولا طبعا اي حد فينا عنده دلوقتي الكلب اوفى من مليون بني ادم، فمش شرط يعني مش شرط ان انت تبكي على البني ادم، بس في ناس كتير بتبكي على كلابها لما بتموت. انا صدفت معايا كتير، كان عندي كلاب وماتت وبكيت عليها فعلا. يعني كان في بني ادمين الواحد ما بكاش عليهم البكا اللي بكى على كلب، لان احنا ما شفناش الوفاء وما شفناش المحبه وما شفناش الاخلاص وما شفناش الراحه النفسيه الا مع الكلب، ما شفناهوش مع البني ادمين. فطبعا ده من حقك ان انت تبكي على الكلب، ده حاجه طبيعيه. لكن موضوع واحد سمه هو شال ذنبه، لان طبعا الناس اللي بتسم كلاب دي بيبقى ناس ما عندهاش اساسا رحمه بنفسها ولا رحمه باولادهم ولا رحمه بالكلام ده كله. وفي ناس كتير تقول لك يا نهار ابيض الكلب بوظ الزرع بتاعي، نروح نحط له سم، الكلب مش عارف عامل ايه نروح نحط له سم. معلش يا جماعه الصوره لو ضعفت شويه في الحلقه، هو الفلاش فسد، فمعلش احنا اسفين جدا، نكمل مع بعض. طبعا في ناس كتير تسم الكلاب ومش شاغله ان دي روح ربنا خالقها. معلش طالما هو ممكن يكون اذي لك حاجه او مبهدل لك ارض في البرسيمه او كلام من ده، بس مش معنى كده ان انا اروح نسمه. في كذا طريقه ان انا نحافظ على الحيه بتاعتي دي، ما نخليش الكلب يبهدلها. في كذا طريقه ما نخليش الكلب يبهدل الحاجه ديت، بس طبعا مش الموضوع ان انا نسمه ونموته ونشيل ذنبه في رقبتي. فيا ريت طبعا حضرتك ربنا يعوض عليك في الكلب ده وتحافظ، ويعني وربنا يكرمك بحاجه غيره، واللي موته ده هو هيشيل ذنبه، دي حاجه معروفه يعني. سؤال تاني، اميره ابراهيم بتقول يا كابتن ابو نور، انا عندي كلبه عندها 3 شهور مليانه اقراض، اعمل ايه؟ بس 3 شهور
اتمنى يا ميرا ان انت تكوني اديتي لها التطعيمات بتاعتها زي تطعيم السوماني والحاجات دي كلها. لو كنت اديتي لها التطعيمات ديت كل اللي عليكي هتدي لها نص سنتي هيفوماك اردني تحت الجلد مش هيبقى فيها جراد خالص. وموضوع ان احنا الاوراد لو نزل منها راح ماسك في الحيطان والكلام ده هيتن ماسك في الحيطان ويرجع لها تاني بعد ما مفعول الايفوماك ده يروح. فاتمنى من حضرتك ان انت تجيبي الدايزانول والاكتاكروم اللي احنا كنا قلنا عليه في حلقات قبل كده، وبنحط كل على من كل حاجه منهم 10 سنتي على رجل الميه، ونرش الحيطان دي رشه كويسه بالميه تمام علشان ما يبقاش فيه حشرات خالص. يبقى بعد كده لو مفعول الايفوماك راح من الكلب ما يرجعلوش الجراد تاني يمسك فيه. في سؤال تاني يا جماعه، احمد وسلام، ممكن احط الكلب كمامه طول الليل علشان ما يهوهوش طول الليل ويصح الجيران الرجال الرد؟ طب ما احنا عندنا احمد بنحط الكلاب كماماته وتهوى. بص يا احمد، الموضوع مش موضوع كمامه ان انت تحط للكلب او انت تكتم نفس الكلب عشان ما يهوهوش، لا، الموضوع الفكره كلها فكره ان انت تعلم كلبك ازاي ان هو ما يهوهوش الا في الاوقات المناسبه لما يشوف قدامه حرامي، لما يشوف قدامه اي خيال غريب، اي حاجه غريبه من حقه. وبعدين ممكن يا احمد يكون الكلب نفسه مثلا في خيالات، في اصوات غريبه، في حاجات غريبه الكلب بيشوفها بيهوى عليها، انت ما تعرفش في السطوح اللي حواليك. فطبعا يا احمد يا ريت انت تظبط مع الكلب. كان في حلقات نزلناها قبل كده ازاي نخلي كلبي ما يهوهبش كتير ويعمل ازعاج للجيران، لان طبعا الجار عندي اهم حاجه يا جماعه ان انا ما نزعلش. مش معنى ان انا حابب تربيه الكلاب يبقى نزعل جاري ونأذيه، لان ما تنساش ان في ناس بتبقى نايمه رايحه شغلها بدري ورايحه مدارس بدري، وفي ناس رايحه كليات بدري، واهابه الكلب كتير ده بيقلق نوم الناس. فطبعا انت بتعمل حاجه واحده بس، ان انت بتعود كلبك ساعه بتحطه في اوضه او بتحطه في حاجه فوق السطوح مثلا، وساعه ما بتلاقي كلبك هبه كتير بتطلع له بتعاقبه عقاب بسيط، ان انت باي حته ماسوره رفيعه بلاستيك اي حاجه ان هي ما تكسرش الكلب وما تاذيهوش بتضربه بيها وتعرفه ان كده عيب. وبتحط لمبه في الاوضه دي، لمبه صغيره تمام، وتوصل الزرار بتاعها بسلك عندك في الشقه بتاعتك عشان مش هتعود نفسك، لان ممكن يكون الكلب بيعمل كده في الشتاء، مش هتقوم من فرشتك دفيان وتطلع للكلب فوق على السطح في عز الهواء. هتعمل لمبه صغيره في الاوضه وتوصلها بسلك طويل لحد الاوضه بتاع عندك تحت تمام، وبزرار صغير. اول ما ننام بالليل كده ونسمع الكلب بتاعي بيهبب او بيعوي بنيجي قايد اللمبه ونيجي طالع بسرعه جري للكلب. الموضوع ده هيتعبني في اول 3 4 ايام، لكن بعد كده لو مشيت على الحركه اللي انا بقول لك عليها ديت بعد 3 4 ايام الكلب عمره ما هيهبب تاني، ولا هيعوي بالليل، ولا هيأذي جيرانك ويعمل لهم ازعاج. اول ما نسمع الكلب بيهبب بنيجي قايد النور وطالع نجري على السلم بحته الخرطوم دي نعلقها على باب الاوضه اللي فيها الكلب، ونيجي فاتح باب الاوضه ضارب الكلب ضربتين ثلاثه ونشخط فيه ونقول له عيب 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 تمام، وناخد نفسه وننزل نيجي طافي النور. نكرر الموضوع ده كذا مره، هنيجي بعد كده اسبوع اسبوعين كررت الحركه دي كذا مره، هنيجي بعد كده هنطلع اول ما نسمع الكلب بيهبب. لو انت قاعد في الاوضه بتاعتك قيد النور، اول ما تقيد النور هيجي الكلب ساكت، لان الكلب عارف ان انت لما تقيد النور يبقى مجهز ان هو الباب الاوضه هينفتح وهينضرب، فاصبح هيجي ساكت. بعد شويه هنيجي طافي النور تاني وهننام عادي، مفيش اي مشكله حصلت ومش هنطلع فوق السطح تاني. فيا ريت تعود نفسك على كده وتحاول ان انت تحل المشكله ديت، لان ما تنساش ان في زي ما قلنا في جيران وفي حاجات من ديت، وفي ناس بتبقى متاثره بالكلام ده كله وبيعمل لها ازعاج وبيعمل لها مشاكل وهي نايمه. فعشان ما يحصلش معاك اي مشكله بعد كده يا ريت تعمل الموضوع ده، باذن الله هتنحل المشكله ديت ومش هيبقى فيه اي حاجه ثانيه. يا رب تكون انت بس استفدت من المعلومه ديت وتمشي عليها صح، ولو اي حاجه اتصل بينا او اكتب لنا في تعليق باذن الله هنرد عليك. تحياتي لكل الناس المشتركه معانا، يا رب تكونوا استفدتم من الحلقه ديت، ويا رب تكونوا فهمتوها، ويا رب نكون احنا افدناكم، وزي ما انتم واثقين فينا احنا كمان بنحبكم وبنتمنى رضاكم عننا. تحياتي ليكم وتحياتي لكل مشتركي قناتين بتوعنا تدريب كلاب هوم دوجز ابو نور وتدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.